السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ إن شاء الله بالمحاضرة السابعة من محاضرات مادة صناعة الأسنان. هذه المحاضرة من أهم المحاضرات الموجودة، اللي تحمل عنوان الماكسيلومانديبولار ريليشن وتحديدا الفيرتيكال ريليشن. هذه المحاضرة تتحدث عن أنه شون راح ألقى علاقة بين الأبر واللور in vertical dimension. بالبداية لازم ندخل إلى تعريف الماكسيلو مانديبولار ريليشن. شنو ماكسيلو مانديبولار ريليشن؟ هي علاقة الأبر تيث باللور تيث، تمام؟ شلون سويناها؟ نسويها طبعا بالارتفيشال، لأن احنا بالناتشرال هي موجودة تمام. بالارتفيشال شلون اسويها؟ انقلها من الناتشرال للارتكوليتر النوبي، اللي يصير الماكسيلو مانديبولار ريليشن. يقول هي تسمى ماكسيلو مانديبولار ريكورد، ماكسيلو مانديبولار ريجستريشن، او جو ريليشن. هذه مرادفات الها. الفيرتيكال ريليشن هي علاقة الأبر باللور، ها، بالفرونتال فيو، ها هي فرونتال بلين. والفيرتيكال دايمنشن، شنو الفيرتيكال دايمنشن؟ دايمنشن معناته بعد، يعني لما يقول فيرتيكال دايمنشن إذا البعد العمودي، هذا التفسير مالته. شنو الفرق بين الريليشن والدايمنشن؟ هسه راح نجي نعرف الدايمنشن. It is the distance between two selected points when fixed on one point fixed and another point is movable. ها بالغالب تكون ال vertical dimension هي مسافة بين نقطتين، إحدى النقطتين تكون ثابتة والأخرى تكون نقطة متحركة، وغالبا تكون النقطة الثابتة بالتب مال النوز والنقطة المتحركة بالتب مال الشن in the midline، تمام؟ هو هذا الـ vertical dimension. هاي شرحها هو هنا، قال لك انه وحدة على التب مال النوز وحدة على التب مال الشن. الـ vertical dimension اكو قسمين بي، اكو rest vertical dimension واكو occlusal vertical dimension. الـ rest vertical dimension يعني اللور بحالة ريست، تمام؟ يقول الريست vertical dimension is the distance between two selected points, one in the tip of the nose and one in the tip of the chin in the midline, measured when the mandible is in physiological rest position. يعني هي المسافة بين نقطتين، نقطة بالتب مال النوز ونقطة بالتب مال الشن، اثنيناتن على الميدلاين لما الماندبل بحالة الريست، بس مو رست يعني بكيفه، لا، يعني المصطلح يحمل physiological rest position. هسه راح نعرف شنو physiological rest position، بس انه لازم نعرف انه الرست يعني بحالة انه المانديبل مرتاح، تمام؟ هسه ندخل الى تفصيل اعمق. physiological rest position it is the position of the mandible when the person resting comfortably in upright position. Mastication muscle is an equilibrium contractile activity and condyle in natural unstrained position. هذا شنو معناته؟ معناته عرفنا ال physiological rest position. يقول ال person الشخص واقف upright، ها، و الماندبل يكون مرتاح والماستيكيشن مصل ما بيها كونتراكشن، يعني كونتراكشن ماكو، النيورال انسترين بوزيشن والكوندايل الناتشرال انسترين بوزيشن بمكان يعني ما بي ضغط. يعني الكوندايل شنو؟ هذا الكوندايل natural unstrained position، وين مكان هو؟ هو بالجلينيات فوسة. unstrained position يعني ما متعرض إلى أي ضغط مع الماستيكيشن، واضح؟
تمام. المصطلح الآخر بالvertical dimension هو الاكلوجال vertical dimension. اكلوجال يعني أقيس الدايمنشن بين الأبر واللور لما أكو أطباقية. OVD it is the distance ما يسور between two points تبه when the occluding members teeth or occlusion rim are in contact. يعني أقيس المسافة بين الأبر واللور لما أكو contact بيناتهم. تمام، نفس النقطتين، واحدة على التب مال النوز واحدة على تب مال التشن in the midline، بس أكو أطباقية. تمام، هسه يجي ببالك سؤال، أكو يعني إحنا أطبقت ها وقست وأكو لما أكو رست، من الأكبر يعني المسافة من الأكبر اللي أقيسها؟ أكيد من الرست. ليش؟ لأن من الرست ال patient mouth ما بي occlusion، أكو مسافة أكو space، بينما بالإكلوجين لما نطبقت راحت هذه المسافة، فالإكلوجين يكون أقل و الريست يكون أكبر. الفرق بيناتهم يسمون الانتر إكلوجر ريست سبيس أو يسمون الفري واي سبيس. هذا هو it is the distance between occluding surface maxillary and mandibular teeth when the mandible it is in the physiological rest position. بمعنى آخر هو الفرق it is the difference between the vertical dimension of rest and vertical dimension of occlusion. يعني لو نجي نصيغها بصيغة معادلة نقول ال rest vertical dimension ناقصا ال occlusion vertical dimension ينطيني ال freeway space أو ال inter occlusion vertical dimension. انتر اكلوجال vertical dimension ان شاء الله انتر اكلوجال ريست سبيس عفوا او فري واي سبيس. ان شاء الله وضحت الفكره مات الموضوع انه دائما الريست اكبر من الاكلوجن، الفرق بيناتهم اسمه فري واي سبيس. الكالسيفيكيشن اوف جو ريليشن، حتى نصنف الجو ريليشن اكو ثلاث، الاورينتيشن جو ريليشن، الفيرتيكال جو ريليشن، الهوريزونتال جو ريليشن. الاورينتيشن يعني متجه واتجاه وهي الشيء، اتجاه الجو ريليشن فيرتيكال عموديا هوريزونتال افقيا. الاورينتيشن جو ريليشن it is defined as the jaw relation when the mandible is kept in most posterior position. This record give angulation of the maxilla in relation to the pace of the skull use face bow device. هاي شنو معناتها؟ معناتها هي علاقة لما الماندبل انسترين بوزيشن. يعني شنو انسترين بوزيشن؟ يعني هي علاقة الابر باللور. لما الماندبل يكون انسترين بوزيشن يعني ما عليه اي ضغط، ما عليه اي ضغط، انسترين بوزيشن. تمام. بعد شنو عندي انا هنا؟ this record give angulation. ها انا مو راح استخدم جهاز الفيسبو، هذا الفيسبو راح ينطيني الانجوليشن مال منو؟ مال الماكزيلا نسبة المن الى البيس مال السكول. وضحت الفكرة مال الموضوع لولا؟ يعني هو راح ينطيني الانجوليشن مال الماكزيلا نسبة الى البيس مال البيس مال السكول، ونستخدم جهاز اسمه الفيسبو. فيسبو ديفايس اللي هو هذا. وضحت الفكرة؟ أعيد من جديد، صار أكو خربطة بالموضوع شوية. أنا عندي فيسبو، هذا الفيسبو هذا هو الجهاز، شوفه هذا راح ناخذ بيه مثل الطبعة، راح ناخذ بيه علاقة الماكزيلا والماندبل، بس هو راح ياخذ تسجيل للماكزيلا. تمام، لما شنو؟ لما الماندبل
ما بي انسترين بوزيشن، بوستيريور انسترين بوزيشن، واضح؟ زين. والنوبة هذه العلاقة انقلها وين؟ انقلها لجهاز الارتيكوليتر. بعد العلاقة الثانية الفيرتيكال ريليشن. الفيرتيكال ريليشن عندي vertical relation نوعين، vertical jaw relation at rest و vertical jaw relation at occlusion. الhorizontal relation ايضا راح نشرح ان شاء الله بالمحاضرات القادمة، اللي هي centric jaw relation و eccentric jaw relation، والeccentric هي lateral والprotrusive. ها هي important of the vertical dimension. احنا طبعا هذني ليش مشينا به سريع، لان هذني راح يتكرر عندنا بالمحاضرات القادمه ان شاء الله، وراح يشرح بالتفصيل. بينما الشغل مالت الحقيقي مال هذه المحاضره هو بالvertical relation vertical dimension. the important of the vertical dimension يعني أهمية الـ vertical dimension. إحنا ليش نقيس vertical dimension؟ أولاً functional role يعني دور وظيفي بالmastication، deglutition اللي هو الـ swallowing، الphonetic respiration يعني مهم بالناحية الوظيفية من ناحية المضغ أو الطعام، الmastication البلع الطعام، الأصوات، الريسبيريشن التنفس، والفيزيولوجيكال رول دور وظيفي maintains the health of the tissue. يعني أنا من 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 سويت الفيرتيكال دايمنشن بصورة صحيحة، يعني لا عالية حيل ولا ناصية. هسه راح ناخذها بعد شوية إذا كان علو زيادة أو إذا كان بنقص ايش راح يسوي. اذا احنا بدنا نحكي عن الاوبتيمال تيبيكال، اذا صار تمام راح يحافظ لي على التيشو الموجوده بالماوث وما يسبب ريزوربشن بسرعه، تمام، وكل الفوائد وكل الامور الجيده تصير اذا كان القياس مالتنا جيد. also killed comfortable rule aesthetic rule. طبعا aesthetic يعني أنا إذا ضبطت الـ vertical dimension لا lower عايل على الأبر ولا الأبر عايل على اللور، راح يصير القياسات جميلة، يعني تعطيني normal normal. والـ physiological rule stress لا مو physiological، psychological يعني سلوكيات اللي هي تتعلق بالستريس والنرفس. بعد شنو عندنا؟ consequence of increase vertical dimension يعني أضرار لما أنا أزود ال vertical dimension. يعني إحنا أول شيء أخذنا النورمال وفائدته، زين، إذا زودت إيش راح يصير؟ يصير increased trauma أو trauma endanger bearing area. يعني انت توقع هذا البايترم اللي سويناه الواكس يكون عالي، هذا بعدين بالمراحل القادمة راح يصير شنو؟ دنشر. فاذا ظل دنشر وما تعالج ظل بانكريز راح يسبب ضغط اليمن على التشو اللي جوا، ويسبب اكسلريت ريزوربشن ذا بون، تسريع عملية تسريع بالريزوربشن مال البون. يكون الوجه ما متناسق. النقطة الثانية تقول unharmonious facial proportion يعني الوجه تلقى يعني تحسه بلكي، يحس البيشنت اكو بلكي وانت تشوف الوجه ما متناسق. difficulty ما يقدر يبلع ما يقدر يبلع الطعام، ما يقدر يتحدث لانه اكو بلكي بحجمه. pain and clicking temporomandibular joint and muscular fatigue يحس بين، ودائما التمره مانديبولار جوينت واحد طاخ بالاخ، لان شنو؟ زياده بالدايمنشن. وماسكولار فاتيك العضلات راح تتعب لان هي
مشتغله بوقت ما احتاجها، ولو سبيتنج فورس يفقد قوه القضم يعني بعد ما يقدر يعض الاكل لانه هو بي انكريز تمام، والسنسيشن بلكي اوف يعني يحس شيء كبير بحلقه موضوع، و البري ماتور كونتاكت ها الاطباقيه بين الابر واللور تكون مو مضبوطه، انستابيليتي اوف ذا دنتشر ديو ذير اكسس هايت، الدنتشر ما مستقر لان واحد اعلى من الثاني صاير اكسسيف هايت، وكليكينج تيث ان سبيتش اند ماستيكيشن يعني من يحكي البيشنت يعني يصير كونتاكت بالتيث بصوره غير طبيعيه، اكسسيف ديسبلاي اوف ارتفيشال تيث اند جام يقول يظهر الـ يعني احنا من الامور اللي لازم نخفيها بالارتفيشال تيث الارتفيشال او البروسودونتك بصوره عامه لازم قدر الامكان نخفي للناظر انه يحس ماكو اي فرق بينه وبين الناتشرال، يعني انت مو تظهر للقام على انها ناتشرال وخربت هذه الخطه العلاجيه كليتها، يعني قدر الامكان اخفيه. هنا انا من راح ازود الفيرتيكال دايمنشن راح تظهر الارتفيشال تيث بصوره كبيره. بعد شنو الكونسيكونسز اوف ديكريز فيرتيكال دايمنشن، انا قللت اذا اقلل الفيرتيكال دايمنشن ايش راح يصير؟ difficult in swallowing and speech صعوبه بالتحدث والاكل بعد شنو بل الطعام و pain and clicking in temporomandibular joint نفس النقطه اللي اخذناها قبل شويه، loose muscle tone and presents wrinkles and fold that not due to the age راح تصير رينكلز مثل هاي الصورة تشوفها، اكو تجاعيد بالوجه، يقول مو بسبب العمر لان انت اخطأت بالفيرتيكال دايميشن وخليتها قليلة، بعد decrease the space of oral cavity راح يقلل السبيس الفراغ مع الاورال كافيتي يقل وبالتالي التانك يرجع لي ورا ويسبب لي مشكلة بالتنفس والسوالوينج، ولوس اوف بيتنج فورس نفس النقطة يفقد القوة على البيتنج فورس، نيزو ليبيال انجل از نوت ذان ها الليس ذان شوف هنا ايش دا يقول اقل من 90، هذه الانجل النيزو ليبيال بحالة الشغل الصحيح تطلع تقريبا 90، هي هنا اذا اشتغلناها اذا قللت راح تطلع اقل 90، شوف هذه الحاله، والانجولار تشيليتس ديو ذا فولدينج اوف ذا كورنر ها راح تصير التهابات بالكورنر اوف ذا ماوث، ليش؟ لان السلايفا راح تجي تتجمع هنا وبعدين هذه راح تصبح بيئه للتجمع البكتيريا والمايكرو اورجانيزم وبالتالي يسبب لي التهابات بالكورنر اوف ذا ماوث، والتشيك بايتنج يفقدها ما يقدر يسوي تشيك بايتنج، والثينينج فيرميليان بوردر اوف ذا ليب هاي الفيرميليان بوردر هذه راح شبيها راح يعني شلون راح تختفي، لان شوف هذه الحاله شوف هذا اكو فرق انه هذه صار بيها thinning وراحت اختفت لي جوا على vermilion border و the prominence of the lower jaw and chin ال lower jaw والchin يبرز لقدام في حالة انه قللنا decrease vertical dimension. الميثود اللي راح استخدمها حتى اقيس ال vertical dimension احنا بما انه قلنا ال vertical dimension اكو rest واكو occlusion اذا كل وحده والها طرائقها تمام، كل وحده والها طرائقها
الطريقة الأولى هي ال record vertical dimension at rest، يعني ماكو occlusion rest الأبر واللور بيناتهم أكو شوية space، تمام؟ هذا يسمون rest vertical dimension، راح أقيس بقياساتي. الطريقة الأولى facial measurement، facial measurements هاي شنو؟ راح أشرح لك إياها وأنت بعدين رد قراها. إنه البيشنت راح قاعدة أبستريت، ها نظرته تكون ستريت، looking straight for something، ها وبعدها راح أقول للبيشنت يسوي مجموعة من الفانكشنال موفمنت مثل like wetting his lip، ها swallowing and relax his shoulder. When the mandible drop to rest position, the distance between two selected point is measured. ها هنا يعني شنو؟ احنا نرجع شوية طفرة اللي ورا، نرجع احنا قبل كل شيء من كنا نقيس شنو نسوي؟ نثبت نقطتين، نقطة بالأبر ونقطة باللور، نقطة fixed ونقطة movable، نقطة بالtip of the chin ونقطة بالtip of the nose، اثنيناتهن على مستوى واحد اللي هو الميدلاين. ذن النقاط اسويهن واخلي البيشنت بهذه الفيشل ميسورمنت يسوي معظم الحركات، ها وبعده اقول راح يصير ريلاكس when the mandible drop and rest position، راح اقيس المسافة بين السلكتد بوينت، تمام؟ التكتايل ميثود، طريقة أخرى تكتايل ميثود نفس الفكرة، ركز وياي وانتبه. هنا بالتكتايل ميثود شنو الفرق؟ البداية نفس البداية، أحط له نقطتين، نقطة بالتب مال النوز، نقطة بالتب مال الشين in the midline، تمام؟ إن شاء الله تمام. بعدها شو أسوي له؟ أقول للبيشنت افتح الجو مالتك قد ما تقدر، يعني حيل حيل افتح الجو مالتك، تمام؟ طبعا هسه من يفتح الجو مالته اذا فتح الجو حيل راح يحس ببين، تمام؟ فمن يحس ببين اقول له اوكي تمام، راح اقول له ابدي اغلق الجو مالتك وتوقف لما تحس انه انت بديت ترتاح، تمام؟ راح يبدي هو على كيف يسد الجو مالته بصورة slowly step by step الى ان يوصل الى حالة هو ارتاح بيها. اقول له اوقف اقيس المسافة بين الابر واللور. هسه هنا أنا افتهمنا اقيس المسافة بين الابر واللور بصيغة الدايمنشن، ان شاء الله افتهمناها ان شاء الله. الطريقة الثالثة هي الفوناتيك ميثود، طريقة الاعتماد على الصوت. طبعا هسه احنا هاي الطريقة الاولى والطريقة الثانية التكتايل، والطريقة الاولى اللي هي الفيشل ميسورمنت والفوناتيك والفيشل اكسبريسن، وهسه راح ناخذ الاناتوميكال وناخذ ايضا الالكترومايوغراف. ذني تابعات المن تابعات للفيرتيكال دايمنشن ات ريست، يعني اجد علاقة بين الابر واللور بصيغة الفيرتيكال لما يكونون ات ريست، تمام؟ اذا يحفظهن تعداد خاف يجنك. الطريقة الثالثة هي الفونيتيك. هذه الطريقة شنو؟ تعتمد على الاصوات. هنا نشرح نسوي، اقول للبيشنت اثبت عليه نقطتين، هاي الخطوات ما يتنازل عنها، مال النقطتين وحده بالتب مال النوز وحده بالتب مال التشين هذا ميدلاين. ايش راح اقول له؟ اقول له انطق حرف ام، يكرر لهذا الحرف عده مرات ام، او انطي اسماء يتضمنن هذا الحرف مثلا محمد فاطمه، يبدي يكرر هذا الحرف. بمجرد ما انه بس اسه انت مو قلت ام، بمجرد ما صار كونتاكت بين الابر واللور بنطق حرف الام، راح اقول له اوقف اقيس الميشورمنت القياسات ملاتي، تمام؟ زين.
بقى شنو عندي الفيشل اكسبريشن. هذه طبعا الفيشل اكسبريشن تعتمد على اليمن على خبرة الطبيب، يعني هاي مو طالب استوى رايح استوى متخرج يقدر يسويها، مو نقصا بي مو نقصا معلوماته، بس يعني يحتاج لها خبرة، يحتاج لها كثير من الأمور اللي تكسب الطبيب خبرة يلا يقدر يسوي هاي الأمور. This method depend on experience of the dentist to decide the relaxed facial expression when the patient jaw at rest, then record the distance between the two selected point. يقول هذا الطبيب من تكون عنده خبرة يكون قادر على تحديد الريست بوزيشن مال الماندبل ويقيسها، يعني ما يحتاج لا أجهزة ولا أبد، بمجرد إنه شاف هذا ريست راح يجي يقيس السلكتد بوينت بالتب مال النوز والتب مال الشن. يقول هذه معظم العلامات اللي يقول لي انه الجو ان فيزيولوجيكال ريست بوزيشن. اولا يقول الابر اند لور ليب شود بي ايفن انتيرير بوستيرير اند سلايت كونتاكت ان سنجل بلين. بعد ذا سكن اراوند ذا اي اند اوفر ذا تشين شود بي ريلاكس، يعني التشين يعني الجلد الموجود حول العين ها و over the chin لازم يكون relaxed، لا حيل مشدود يصير شني ولا excessively wrinkles يعني بتجاعيد، وسط تمام. بعد النوسترال التجاويف مال الانف شبيه هنا relax and breathing should be up عفوا ان obstructed، يعني التنفس يكون تمام يعني مو احس بيه اعاقه تمام. these features evidence يعني شو يقول هنا هذه القياسات تنطيني دليل على الماكسيلومانديبولار لما الماندبل بالريست vertical dimension الريست تمام. الاناتوميكال لاند مارك هذه الطريقه حطها ويلز ميثود، اسمها ويلز ميثود. هاي شنو الطريقه هاي؟ تعتمد على الاناتوميك تمام. هنا شو نسوي احنا؟ راح نقيس يعني النص مال هذه الطريقه تقول اذا كانت المسافه بين منتصف بؤبؤ العين والكميشر مال الماوث تساوي المسافة بين السباين مال النوز إلى اللور تشين ها، إذا كانت هاي المسافة تساوي هذه المسافة فهذه الطريقة فالبيشنت at rest تمام at rest. وضحت؟ نستخدم هذا الجهاز المايكرو الفرنية بقياس هذا القياسات، سهلة هذه الطريقة وممكن تطبيقها عمليا أكثر من ذنيج. بعد الإلكترومايوغراف مايوغرافيك ميثود، هاي شنو الإلكترومايوغرافيك ميثود؟ راح نستخدم جهاز نحطه على رأس البيشنت تمام. هذا الجهاز يعرف يعني انه العضلة هل هي بيها contraction relaxation relaxation، فهذا الجهاز يقيس التون مال المصل تمام مال المصل mastication. يقول when the tone at the least value indicate to the muscle jaw at rest position، يعني يقول لما الجهاز ده يقرأ عندي انه العضلات ما بيها تون يعني ما بيها لا انكماش ولا اي نوع من انواع الحركه، فاقل قراءه تمثل لي الريست بوزيشن، اقل قراءه تمثل لي الريست بوزيشن. الميثود ريكورد ذا دايمنشن ات اكلوجن،
يعني قبل شوية احنا سوينا قسنا at rest. النوبة راح نقيس وين؟ at occlusion لما اكو contact above lower. هنا اكو mechanical method واكو physiological method واكو طريقة هي measurement from former denture. ثلاث طرائق راح نستخدمها اللي هي mechanical method, physiological method و measurement from former denture. ثلاث طرائق. الميكانيكال ميثود تكون pre extraction record. يعني شنو pre extraction record؟ يعني البيشنت عنده أسنان تمام، عندهش كم سن، اجانا للعيادة، اقتضت الخطة العلاجية لهذا المريض بأنه نسوي له complete denture. زين، عندهش كم سن تمام، دنيش كم سن راح استفاد من عندهم اسوي الاكلوجن، وهذا الاكلوجن استفاد من عنده بعد ما اسوي بايتريم، اسوي ارتكوليشن، استفاد من عند هذا الاكلوجن اللي سويته قبل، يعني دنيش كم سن مو سويت بين اكلوجن، استفاد من عنده بعد ما اسوي كاست وريكورد بيس وما ادري شنو، استفاد من عنده انه اعيدهن من جديد الاكلوجن، اعيده على الارتفيشال تيث تمام. يعني عندي قبل لا اقلع عندي اسنان استفاد من عندهن، وبعد ما اقلع راح هذه الاستفاده اللي استفدتها من الاسنان استفيد من عندها وين؟ بالارتفيشال تيث. هذه هي الفكره مال هذا الميكانيكال ميثود البري اكستراكشن. اول شيء الميكانيكال ميثود بيها بروفايل فوتوغراف، يعني احد الطرائق هي بروفايل فوتوغراف. هاي شنو بروفايل فوتوغراف؟ سهله البروفايل فوتوغراف، اجيب يعني البيشنت اخذ له صوره تمام. زين، هذه الصوره طبعا قبل لا يقلع البيشنت الاسنان ملاته اخذ له صوره، قبل لا اخذ الصوره اقول له يا ابي سوي ماكسيمال اكلوجن، يعني اطبق اسنانك ذن ايش كم سن اللي عندك خليهم مطبوقات تمام، واخذ له صوره. بعد ما اخذ له صوره راح ايش اسوي؟ هذه الصوره اجي اكبرها يعني اخليها يعني كانما ناتشرال بجد تقريبا بجد كصوره طبيعيه نورمال، واحدد عليها لاند مارك معينه، يعني مثلا سو هنا انا محدد النيزو فونترال انجل، النيزو ليبيال انجل، ولما اشلع على اسنانه راح اجي اسوي مقارنه بين هذه الصوره وبين الصوره، يعني بين الناتشرال وبين الصوره هي اللي قبل ما اشلع، والناتشرال اللي هي بعد ما شلعت، واجي اسوي مقارنه بين قبل وبعد تمام. زين، هاي هنا ان شاء الله تمام. طبعا نفس الفكره، لا تنسى لي انه اكو نقطتين، يعني واحده بالتب مال النوز واحده بالتب مال الشن، وراح نقيس عليهن هذه القياسات. اكو بعد طريقه اخرى هي البروفايل سيل هوت ميثود. هذه الطريقة شنو معناها؟ هماتين، البيشنت قبل لا يقلع تمام، ايش راح اقول له؟ راح اجيب لو واير، لو ورق مقوى، اجي اقصه ارتبه مثل وجه البيشنت تمام، مثل وجه البيشنت، وبعد ما اقلع على الاسنان، اقلع اذا ايش كم سن اللي استفادت من عندهم، اقلع هي ارد، اما الواير ارد على البيشنت واجي اضبط القياسات ملاتي، او لا نفس يسموها الكاردبورد اجي اردها وهماتين اعيد القياسات من جديد. يعني الغرض من عند ذني الطرائق عندي قبل وبعد، اخذ القياسات مال قبل اللي هي بالماكسيمم،
وبعدين من اشلع واكمل اخذ مال بعد. وضحت؟ ونفس الفكرة عندي نقطتين، نقطة بالتب مال النوز ونقطة بالتب مال الشن، واجي اقيس بيناتهم. بعد شنو عندي؟ عندي بروفايل راديوغراف، نفس الفكرة، بس هذه شنو البروفايل راديوغراف؟ يعني نفس صورة قبل شوية البروفايل، الصورة اللي أخذناها قبل شوي للبيشنت وكبرناها، نفس الفكرة اللي هي كانت تحمل بروفايل فوتوغراف، هنا أنا بروفايل راديوغراف، نفس الفكرة بس شنو؟ هنا أنا راديوغراف يعني صورة شعاعية إشعاع. راح أخذ المناطق معينة مثلا السيفالومتريك، ها بروفايل راديوغراف، والراديوغراف للكوندايل سيفالومتريك، وبعدين أخذ للكوندايل، ها، وبعد ما يشلع الأسنان ملاته أجي أقارن الصورة قبل وبعد. يقول لي هنا هذه الطريقة مو مفضلة، ليش؟ لأن وقت وإشعاع، خطر الإشعاع، والصورة تكون مشوهة. يعني هسه إحنا قبل شوية أول طريقة اللي أخذناها اللي هي الفوتوغراف أهون، ماكو لا إشعاع ولا أبد، والصورة واضحة مو مشوهة. تمام؟ إن شاء الله تمام. الطريقة اللي بعدها الارتكوليتد كاست. شنو معنات هذه الطريقة الارتكوليتد كاست؟ انتبهوا يا هنا أنا. البيشنت عنده أسنان، تمام؟ لأن هذه إحنا يحملن هذه الطرائق تحمل عنوان البري اكستراكشن ميثود، يعني قبل القلع، اقلع قبل ما يقلع استفاد من الاسنان اللي عنده، وبعد ما يقلع استفاد من العلاقه اللي قبل القلع. اجى البيشنت اسوي له كاست، هو عنده دنش كم سن، تمام، اسوي له كاست، تمام، ثبته، رتبت اموره، بعدين اشلع للاسنان ملاته، واجي ايضا اسوي كاستات، يعني كاستات بين كم سن وكاستات ما بين ولا سن، واجي اسوي مقارنه بين هذني الكاستات الاثنين، تمام، يعني سهله كاستات قبل وبعد. بس هذه الطريقه بها مشكله، شنو هي؟ هسه انا بعض البيشنتيه من اقلع لهم الاسنان او بصوره عامه، هذه الفتره اللي يحتاجه تقريب شهر شهرين ثلاثة مو معلوم، أول ما تقلع الأسنان يصير ريزوربشن سريع، يعني النتائج راح يصير شوية بيها اختلافات. ليش؟ لأن هذه الفترة اللي هي شهر اللي يلا ياخذ الليفلر بون استقراريته، يكون الريزوربشن مال البون سريع، فتكون النتائج مختلفة، تمام. الطريقة الأخرى وهي طريقة الفيشل ميسورمنت، قياسات وجهية. هذه طريقة هسه من تقراها مرت علينا سابقا، تمام، وهي باوة before extraction the natural teeth the patient is instructed to close jaw into maximum occlusion then two tato points have been marked on one upper half and of the face and other in the lower half. The distance measurement after extraction, this measurement compared with measurement between the point. نانا شي يقول يابا انا اجي اثبت نقطتين، واحدة بالابر واحدة باللور، وهاي الحكي قبل لا اقلع، واقول للبيشنت انت سوي ماكسيمم اكلوجن، سوى اقلعت له، تمام. بعدها راح اجي احط البايترم او الارتفيشل تيث على البايترم، واجي ارد اعيد القياسات ملاتي من جديد، يعني اللي قستهن قبل اعيدهن هسه. وها هي الميسورمنت اوف ذا فورمر دينشر. الطريقة الثالثة هو المفروض ينطيها الطريقة الثانية اللي هي الفيزيولوجيكال ميثود،
النوبة يلا يرجع للميسورمنت مال الفورمر دينشر. نرجي مو مشكلة، المهم الفكرة من الموضوع. الميسورمنت فور فورمر دينشر يعني نقيس قياسات من دينشر مكوني سابقا. طبعا هذا بالنسبة لطبيب الأسنان اللي يشغل دينشر بروستودونتيك، إذا يجي دينشر فهو ملك، لأن كل الأمور تمام، يجي بس يغير بعض التغييرات البسيطة حتى يسوي الدينشر الجديد. تمام، هنا ايش راح يسوي؟ اتبعوا وياي. The denture that patient have been previously wearing can used to measure the patient's face to determine the amount of the change required and compared with new observation. هسه هنا الحكي مثل ما حكيت لك بالبداية، يقول اللي عنده دنتشر قديم الدنتست راح يجي يلقي نظرة عليه، يشوف شنو اللي راح يسويه، يزود هنا يقلل هنا، لان الامور كلها محلولة بس بعض الملاحظات الدقيقة وينتهي الامر ونسوي دنتشر جديد. This measurement made between ridge cast and the maxillary and mandibular denture with بولي جاج. البولي جاج هو تقريبا يشبه الجهاز، يشبه الفرنية او الورنية. راح نجي نقيس المسافات، هسه لو تلاحظ قايس المسافات قبل وبعد. يقول the distance from the incisive babilla to incisal edge. incisive babilla وين؟ تتذكر الانسايزف بابلا اللي هي مكانها ورا السنترال انسايزر اللي اخذناها بالاناتوميكال لاند مارك، هي هاي. بس طبعا هنا أنا مكانها بالدنشر ها، والانسايزال ايدج باوع منا لهنا، منا لهنا، الانسايزف بابلا انسايزال ايدج. شبيه هذه is measured and compared to the maxillary occlusion rim. يعني ركز وياي انتبه، انا عندي دنتشر صاير قديم، اقيس المسافة بين الانسايزف فابلا للانسايزال ايدج هاي بالدنتشر القديم، واجي اقارنها ويا الجديد اللي اريد اسويه، نفس الجديد نفس القياسات اطبقها على الجديد. تمام تمام، اقارنها ويا الجديد. The distance from the incisive papilla to the mandibular arbitrary ridge is measured and compared. ها هنا النبع شمل اوسع، الامور اوسع صارت. يقول نيجي نقيس المسافة من الانسايزف papilla الموجودة بالابر ريكورد بيس الى الرج الاليفيدر رج مال الماندبل، واجي يعني هذا اني اقارنها ويا ذني، ذني اقارنها ويا ذني، يعني اما هذا وي هذا او هذا وي هذا. المهم استفاديت من القياسات الموجوده بالفورمر دنتشر مسوي سابقا، واجي احاول استفاد من عندها وين؟ بالدنتشر الجديد. وضحت الفكره لو لا؟ واسم الجهاز اللي راح نستخدمه هي ورنية، بس لها مصطلح ندلعيها هنا اسمها بولي جاك. ها هي physiological method، طريقة الطرائق الوظيفية، يعني اكو بايتنج. تمام، including edentulous patient with no pre-extraction record. يعني هذه الطريقة ما أحتاج إنه عندش كم سن قبل واستفاد من عندهن وبعدين من أقلع له استفاد من عندهن، لا لا ماكو حكي، ما أريد عندني الأسنان. تمام، إيش كم طريقة عندي؟ عندي pause method اللي هي PowerPoint method، والطريقة الثانية هي التكتايل سنس نيورومسيكولار او نيورومسيكولار بيرسبشن. هنا انا ايش راح اسوي بالنسبة للبوست ميثود او الباور بوينت ميثود؟ ركزوا وياي هنا، انا شنو عندي؟
عندي ريكورد بيس وفوقها بايتريم. هذا البايتريم بالنسبة للأبر وان راح أضيف عليه بليته، أثبت عليه بليته يسموه سنترال بيرينج بليت. وبالنسبة للأبر وان أحط جهاز، شلون جهاز الضغط يعني قياس ضغط اسمه سنترال بيرينج بوينت لهنا. تمام تمام. وذني بعد ما ثبتتن أضيفهن بالبيشنت ماوث. راح أقول للبيشنت، أقول له أضغط 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 لحد ما يوصل إلى الهايست فاليو. الهايست فاليو زين، شلون أنا أعرف هايست فاليو أو لوست فاليو؟ من خلال البايميتر. البايميتر بي ووتش، بي ساعة، بي ديل. تمام. هذه راح تنطيني المعرفة بأنه هذا البيشنت ده يضغط أزيد شيء. تمام. أو هو من يوصل إلى أزيد قيمة راح تكون هذه الكلوجل فيرتيكال دايميشن. سهلة، عندي الأبرس أثبت بي سنترال بيرينج بليت، واللور أثبت بي سنترال بيرينج بوينت، وأقول له أطبقه بالبيشنت ماوث، أقول له أضغط أعلى قيمة أقراها هي تمثل الاكلوجال فيرتيكال دايميشن. بعد شنو عندي؟ تكتايل سنس او نيوروماسكولار بيرسبشن، تقريبا نفس الفكره نفس الفكره، بس هنا الاختلاف شنو هسه اقول لك. عندي اخير شيء انا وصلت بايتريم ابر وان ولا ور وان. هنا ايش راح اسوي؟ هنا بالتكتايل سنس او نيوروماسكولار بيرسبشن اكو شيء اسمه سنترال بيرينج سكريو يعني برغي. تمام. وايضا اكو سنترال بيرينج بليت، بليته نفس هذه، نفس الفكره هاي هسه راويك اياها. هذه بليته، وهنا بدل من الجهاز انه يضغط، لا هنا بالتكتايل احنا راح نزود. تمام. احنا راح نزود او نقلل. اكو سكريو برغي، راح ادخله بالبيشنت ماوث. تمام. يعني انا ثبتت الابر ببليته واللور بشنو؟ بالسكريو البرغي. راح ابدي انا ايش اسوي؟ ازود او اقلل هذا السكريو لحد ما يوصل المن الكونتاكت المضبوط بين الابر واللور. يعني عندي انا ابر ولور وهذا البرغي، ابدي اضبط به الحد، يعني انزله او اصعده لحد ما يصير الكونتاكت بين الابر واللور مضبوط، الكونتاكت فيل رايت. تمام. تو ذا بيشنت. بهذه الحاله من البيشنت قال يابا ترى انا هنا تمام اموري، نقول له يابا ترى هاي تمثل لنا الاكلوجال فيرتيكال دايميشن. لهنا اعتقد خلصت المحاضره، خلصت المحاضرة. لا عندنا بعد هذه السوالومنج ثريشولد. طبعا هذه السوالومنج ثريشولد اخذناها سابقا. لا عفوا، ما انا شرحت المحاضرة الهوريزونتال قبل هذه، مو مشكلة مو مشكلة. هنا أنا شنو هذه السوالومنج ثريشولد؟ اجي للبيشنت. تمام. نخلي له كون مال واكس. هاي طبعا هسه هذه الطريقة شرحناها يعني بالمحاضرة اللي رقم 8، لان احنا رقم 8 نزلناها قبل 7 موجودة هذه المحاضرة. السوالوينج ثريشولد، هذه السوالوينج ثريشولد شنو؟ ركز وياي، راح اعيدها هنا بصورة مبسطة. راح نجيب كون من الواكس، سوفت واكس، نخليه بالماندبل. تمام تمام. واجي اطبب بهذني الواكس الابر وان واللور وان، اللور هو بالواكس، الكون من الواكس، واخليهن بالبيشنت ماوث. وراح ابدي احفز السلايفة مال منو؟ مال البيشنت. تمام. السلايفة راح تبدي شو تسوي؟ تذوب الواكس الموجود، ذوبت تذوب قسم من عنده الى ان يصل الواكس هذا الموجود السوفت واكس
الى استقرارية معينة، يعني هو مو كله راح يذوب. من وصل الى استقراريته، استقرارية الإذابة، هذا نسميه الاكلوجر فيرتيكال دايمنشن. طبعا هذه الطريقة السولومنج ثري شولد نستخدمها باثنين، بالفيرتيكال دايمنشن وبالسنتريك سنتريك ريليشن، تمام، اللي هي تابعة للهوريزونتال، اللي راح ناخذها بالمحاضرة القادمة اللي احنا شرحناها قبل هذه المحاضرة. تمام. الطريقة الأخرى طريقة تعتمد على الفونيتيك، على الصوت، تمام. يعني شلون الصوت؟ نجي هنا نسوي مجموعة من الأصوات، تمام. يعني شنو؟ مثلا شوف الصوت الموجود عند البيشنت اس اس تش تش، ذني مو راح يسويهن، راح يقترب الماندبل ها بالماكسيلا، يعني اللور تيث بالابر تيث يقتربان، او حتى الطريقه اللي بيها بس باي تريم ايضا يصير اقتراب بين الابر واللور، تمام. اقرب مسافه هي راح تمثل لي القياسات ملاتي الاكلوجر فيرتيكال دايمنشن. طبعا هذه الطريقه الصوتيه ما تعتمد بالمختبر، لان هذه يعني صوت، يعني ما راح، يعني ما اصلا ما راح يصير كونتاكت بين الابر واللور، مجرد طريقه حتى شلون نتاكد من صحه القياسات مالتنا مال الاكلوجر فيرتيكال دايمنشن اللي سويناه بالطرائق قبل هاي، تمام. يعني احنا مو سوينا سولوينج ثري شولد وسوينا التكتايل وسوينا ذني مو سويناهن، حتى اتاكد من صحه الامور مالتي ارجع للفونيتيك ميثود، تمام. هم حاطيها دارجيها من ضمن الميثود اللي نقيس بيها الاكلوجر فيرتيكال دايمنشن. ما اعتقد بقى شيء مهم. بلا خل اشوف دقيقه، خل اشوف كلوز سبيكنج سبيس كلوز ريليشن شيب كلوز كونسنس دي. لا ماكو شيء مهم. لهنا انتهينا من تقريبا هاي اكثر محاضرة بيها حكي وسوالف. اتمنى تكون وصلت الفكرة، وهذا اللي قدرنا نسويه ان شاء الله وما قصرنا وياكم، وان شاء الله نلتقي بمحاضرات قادمة. في امان الله وحفظه.